رئيسي لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان في شوط الكاس الجذاع والخمسمائة ألف درهم، بينما الباز فاز معنا في الشوط الرئيسي للقعدان الجذاع من مسافة الستة كيلومترات الثانية موصولة لعبد الله بن مشيط المري على الحصول على الشداد والمئتين وخمسين ألف درهم. متابعين الكرام، جوائز ثمينة وجوائز قيمة في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير، وهذا الدعم الكبير والدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه وجعله ذخرا لنا يا رب العالمين. مشاهدينا محبينا في كل مكان، متابعي قناة أبوظبي الرياضية، خامس الأشواط ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الذي خصص للقعدان الجذاع واللاند كروزر الستيشن، هي الجائزة التي تنتظر الفائز الأول. الزميل حمد بن محمد الزعبي يتواصل معكم بالوصف والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مرحبا بحضراتكم. نحن في هذا اليوم وفي رابع أيام هذا المهرجان نتواصل مع حضراتكم في هذه الفترة الصباحية، وبالتحديد في هذا السن، سن الإجذاع الذي كما ذكر الزميل فيه المتعة والاستماع لدى من يتابع قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث ولهذا المهرجان الختامي الكبير. مشاهدين الكرام، أيها الإخوة، لازلنا نتواصل والأشواط متواصلة هنا في أرضية هذا الميدان لأشواطنا العامة لأبناء القبائل، ونحن في هذه اللحظات نفتتح إذاعة هذا الشوط بمن يقود مسار هذا الشوط الخامس المخصص لفئة القعدان. 17. نفتتح إذاعة هذا الشوط كما ذكرنا المخصص لفئة القعدان سن الجذاع، كما ذكرنا مشاهدين الكرام من يقود المسار ويحتل المركز الأول غير مدون عندنا مشاهدين الكرام. ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز، اللي يحتل المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين الكرام راهي يحتل المركز الثاني للسيد مبارك بن محمد بن وديمه العامري، هو من يحتل المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز، اللي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات شاهين تعود ملكيته أو كذلك الفارس لسعيد بن مشيط المري. ها هو مشاهدين الكرام شعار بن مشيط اللي فاز معنا بالشوط الأول الرئيسي. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، اللي يحتل المركز الرابع إسعاف يحتل المركز الرابع هنا مع حمد بن سهيل الحفار ضيف كذلك من ميدان الشحانية آتيا وعانيا هنا إلى أرضية ميدان الوثبة. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، صاحب المركز الخامس صوغان لعيلان بن سعيد المهيري هو من يحتل المركز الخامس. مشاهدين الكرام عبر قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث ولهذا المهرجان، ها هو نداءنا للمرة الأولى ولهذا الشوط وللخمسة المراكز المتقدمة. نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. نعود إلى مسار هذا الشوط أيها الإخوة مشاهدين الكرام، المقدمة كما ذكرنا ليس لدينا معلومة عنه. ننتقل إلى المركز الثاني، راهي يأتي ثانيا أيها الإخوة ويحتل المركز الثاني، يتعود ملكيته للسيد مبارك بن محمد بن وديمه العامري هو من يحتل المركز الثاني، بينما أرى شعار بن مشيط يتسلل مشاهدين الكرام ويقير إلى ثالث المراكز. الفارس لسعيد
حمد بن مشيط المري، هنا رابعا يصلنا شعار الحفار، حمد بن سهيل الحفار هو من يصلنا الى مركز للمركز الرابع مع اسعاف، وهنا في المركز الخامس اللي يتسلل سوقان لعيلان بن سعيد المهيري هو من يتربع على المركز الخامس. 2500 متر يا مشاهدينا الكرام، اذا سالتم عن موقعنا فنحن نتجاوز لوحه 2500 متر، يعني 2 كيلو ونصف على نهايه هذا الشوط وعلى مطاف هذا الشوط. ولكن مشاهدينا الكرام، الاسماء والشعارات اراها قادمه واراها واصله، ولكن نعود الى مقدمه هذا الشوط. المسار كما ذكرنا والمقدمه مع المجهول اللي ما تعرفنا عليه، ولكن هنا ثانيا يصن الفارس سعيد بن مشيط المري يريد الانجاز، كذلك الثاني والنقطة الثانية لفترتنا الصباحية يوصلوا باثنين على النهاية، كيلوين على النهاية. المركز الثالث يصلنا في المركز الثالث راهي مبارك بن محمد بن وديمه العامري، المركز الرابع اسعاف لحمد بن سهيل الحفار، المركز الخامس اسم جديد ينضم إلى عالم الإذاعة راهي لمنصور بن سهيل بن لمنصور بن سهيل بن ذويب. مشاهدين الكرام يحتل المركز الخامس. نعود أيها الإخوة مشاهدين الكرام، الأسماء أراها قادمة، الشعارات واصلة، يوصلوا الله الله الله، وصلوا الجماعة، وصلوا يا مشاهدين، المضمرين والعمالقة يصلون كذلك ويدخلون دائرة الإذاعة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو واللي ما بعده كيلو، الكيلو كيلو الناموس، كيلو الزعفران، كيلو السيارة، يا سلام. نعود مباشرة إلى شعار ابن مشيط مشاهدين الكرام أيها الإخوة، هنا مشاهدين الأفاضل شعار ابن مشيط مع الفارس سعيد بن مشيط المري يحتل المركز الأول ويقود المسار، ولكن المجهول يغير في هذه اللحظات المركز الثالث اللي يحتل المركز الثالث يصن أسعاف حمد بن سهيل الحفار، يا سلام. صوغان لعيلان بن سعيد المهيري هناك رابعا هناك من الجانب اليمين، ولكن أيها الإخوة خلونا مع المسار ابن سهيل والحفار. الحفار ذهب بالناموس، ولكن هنا مشاهدين الكرام أرى التغيير وأرى التجاوز وأرى المرور أيها الإخوة مشاهدين الأفاضل في هذه اللحظات من ساري من الساري الساري لأحمد بن مسلم بن حمرور العامري، يا سلام الله يا بن حمرور، الله عليك يا العامري. ولكن بن سهيل يحاول مع اسعاف في ثاني المراكز، هنا أيها الإخوة اسعاف وكذلك الساري الساري واسعاف، اسعاف والساري، الساري واسعاف، اسعاف والساري، وهنا بن دحروي وهنا بن سهيل، ابن سهيل مشاهدينا الكرام، وكذلك ولكن مشاهدينا الافاضل حمد بن مسلم بن حمرور العامري، يا سلام الله الله، ساري ساري مشاهدينا الكرام، سرى وسرح الى الناموس، ذهب الى الناموس، يا سلام ايها الاخوه مشاهدينا الكرام، اينما كنتم يحق لنا وكذلك نتشرف ان نزف التهنئه الى مالك ساري حمد بن مسلم بن حمرور العامري على فوز الساري وتحقيق بناموس هذا الشوط. الناموس يا بن حمرور. المركز الثاني مشاهدينا الكرام اسعاف لحمد بن سهيل الحفار، المركز الثالث يصل في صوغان لعيلان بن سعيد المهيري، المركز الرابع يصل في شاهين لسعيد بن محمد بن هويمل، المركز الخامس يصل في مشاهدينا الكرام هملول المبارك بن محمد بن سويد المنصوري او للسيد محمد بن راشد بن للسيد مبارك بن محمد بن سويد المنصوري. اذا مشاهدينا الكرام مستمعين الأعزاء أينما كنتم، شاهدنا وإياكم نتيجة هذا الشوط وهو الشوط الخامس المخصص لفئة القعدان سن الجذاع لفترتنا الصباحية ولأشواطنا أشواط أبناء القبائل. ها هي لحظات وصول مشاهدينا الكرام، الساري قاطع المسافة في زمن مقداره
9:39 ثماني أجزاء من الثانية. الثانية مشاهدين الكرام نوصلها لمالك ساري حمد بن مسلم بن حمرور العامري على فوزه بهذا الشوط. المركز الثاني يصل فيه إسعاف 9:41 ثلاث أجزاء من الثانية. الثانية نوصلها لحمد بن سهيل الحفار. المركز الثالث مشاهدين الكرام يصل في مشاهدين الكرام سوقان قاطع المسافة في 9:42 وفاء وتماما. التهنية مشاهدين الكرام لعيلان بن سعيد المهيري على فوز سوقان بالمركز الثالث.